بالنسبة لموضوع النزلات المعوية، أنا برضو بحذركم تاني لأن هيحصل تاني وفي جميع الدول، ماشي؟ يعني مش بس إن هو حصل في السعودية والموضوع انتهى، لا تاخدوا بالكم لأن هيحصل في جميع الدول، حتى هنا عندنا في مصر هيحصل موضوع التسمم ده والحاجات دي، فتاخدوا بالكم من الأمور دي. ده توقع جديد يا ام احمد، انا ربنا نبهت المره يسترها. اللي فاتت، وهو المفروض ان انا كنت قلت الجزئيه دي ان هو في جميع الدول، فانا تركتها عامه، تمام تمام؟ تمام فانا بحذرهم تاني عشان يبقوا واخدين بالهم من حاجه زي كده، تمام لا يقولوا خلاص هو التوقع ده حدث وخلاص الموضوع انتهى، لا الموضوع ما انتهاش، الموضوع الفتره اللي جايه دي هيكون في دول كتيره جدا او في جميع الدول موضوع التسمم والنزلات المعويه. تمام